البارح عندنا زوج، اليوم عندنا 14، غدوه يكون عندنا 50، بعد يكون عندنا 100، بعد ان شاء الله نكونوا في السلطه. وهذا هو الامل تاعنا في جبهه المستقبل، اننا نسير بخطى ثابته ونحاول بقدر الامكان نحافظ على الاستقرار. لان لو ما يكونش هذا الاستقرار السياسي وما يكون استقرار تاع الجزائر، واحد فينا ما يقدر يحكم. في القياده الوطنيه سنتابع عمل الكتله تاعنا بجديه، وسنكلف عضو في قياده الحزب بمتابعه هذه الكتله. انا نقول لك كان خروقات، كان مشاكل في الانتخابات، ولكن ما عنديش ادله. لما تتكلم على شيء وما عندكش يعني مادي تثبت فيه، دليل مادي تثبت فيه، هذا يعتبر يعني مساس. الجزائر مستحيل يقودها حزب او حزبين، مستحيل تقودها كتله او كتلتين. الجزائر يقودها شعبها، وشعبها يقودها بالمؤسسات تاعو من خلال الاحزاب، المجتمع المدني والمؤسسات الجمهوريه. لذلك اذا كان ما تكونش سياسه تاع اقصاء، لابد من فتح حوار مع الجميع.